مستمرة دون توقف. السلة الغذائية تصل إلى المواطنين في توقيتاتها المحددة. إشادات شعبية بنوعية المواد المجهزة المستوردة من مناشئ عالمية رصينة، لتنطلق السلة العاشرة في طريقها إلى المواطنين عبر الوكلاء الموزعين. حاليا احنا وصلنا إلى السلة العاشرة لمفردات السلة الغذائية، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية السلة 12، والحمد لله انطلقت السلة العاشرة وهسه بدأ التجهيز مالتها، وحاليا مع طبعا بالإضافة إلى مفردات السلة الرعاية تجهيز موحد والمادة متوفرة كاملة، والحمد لله والشكر بدأ الوكيل بحضوره والناقلين كذلك باستلام المادة. ويتحدث الوكلاء المجهزون عن رضا المواطنين عما يصلهم عبر السلة الغذائية، مطالبين باستمرارها بهذا الثبات والمستوى. السلة الغذائية مستمرة كل شهر، ويعني ما متقطعة، والمواد جيدة كلها درجة أولى بالنسبة للزيت والسكر والمعجون والعدس والحمص والرز، وهذا كله الحمد لله والشكر. والله جيدة، يعني بيها تحسن أحسن من السنوات السابقة، يعني قاعد تتحسن للأفضل، ضافوا لها شغلات جديدة، معجون، هاي كلها صبب صالحة المواطن. استقرار السلة الغذائية عبر توزيعها بشكل دائم كبح جماح المضاربات بأسعار المواد الغذائية لفترات طويلة، لتبرز المطالبات الشعبية بزيادة عدد مفرداتها بذات جودة المناشئ الحالية. من بغداد، جابر جمال، الرشيد.